لعبوا حلو الحمد لله وخدوا التالت على العالم، واخر ماتش قدام الهلال كسبوا 4-0 وكانوا بيلعبوا حلو قوي، هو كان فاضل بس ان هم ياخدوا التاني او الاول بس ما فيش نصيب الحمد لله. مبسوط جدا يعني من المستوى، وفي ظل النقص العددي اللي موجود للعيبه اعتقد ان ده مستوى كان مبهر وكويس، خاصه الماتش الاخير بتاع الهلال. هو عمل ماتشات كويسه جدا بصراحه، سواء قدام مونتيري حتى في غيابات ظل وجود لعيبه المنتخب او ظل الاصابات، هو عمل اداء كويس جدا قدام مونتيري. وبعد كده برضو يعني كان نفسنا ان احنا بصراحه نصعد من بالميراس بس قدر خير يعني، بس عامه الاداء بتاعت الماتشات كانت حلوه جدا. اتمنى طبعا ان هو يكمل على المستوى ده يعني حتى في الدوري او في بطوله امم افريقيا مره ثانيه. اداء مشرف جدا واداء رائع، ولاعيبه بذلوا مجهود الحمد لله ربنا اكرمنا وخدنا المركز الثالث، ودي بطوله كبيره، واخر مباراه كانت فوق من الرائعه، وكان ممكن يجيبوا جوان اكتر كمان. الاداء كان كويس، انا اتفرجت على ماتش الاهلي وبالميراس، وماتش الاهلي والهلال طبعا ده اللي كان احسن حاجه يعني، او شفنا الاداء كويس قوي فيه.